كل الشكر طبعا لمعلقنا تامر عبد السلام على تعليقه على احداث الشوط الاول ما بين الاسماعيلي وعرب الرمل واللي انتهى بالتعادل الايجابي 1-1. وبصراحه دي مفاجاه حتى الان، لو قلنا كلمه مفاجاه لا كلمه مفاجاه تنطبق على احداث الشوط الاول. الهدف الاول جه عن طريق حاتم فرحات بخطا من عمرو حسين مدافع نادي الاسماعيلي، ما عرفش يوقف الكوره كويس، انفرد بالجول. بعدين لما محمد عواد وحط الكوره بيساره معلنا تقدم عرب الرمل في الدقيقه 11 من زمن الشوط الاول. نادي الاسماعيلي وكان كما كان متوقع ما كانش هيسكت على هذا الهدف، وبالفعل كريم بامبو من تسديده قويه بيحطها في الزاويه البعيده لايمن فتحي حارس مرمى عرب الرمل معلنا هدف التعادل بهدف لكل فريق. وفي الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضائع طبعا بيحصل نادي الاسماعيلي على ركله جزاء انا بالنسبه لي شايفها صحيحه، وطبعا هاخد راي كباتن استاد بلدنا كابتن جمال عبد الحميد وايضا كابتن جمال حمزه في صحه هذه الركله. بيتقدم ليها طبعا احمد الصعيدي، ولكن برضو من ضمن الحاجات اللي عقبت عليها اللي هو ايمن فتحي حارس مرمى عرب الرمل ان هو تقيل في الحركه شويه، ولكن ايمن كسفني بصراحه وتالق في هذه التسديده وصد كره احمد الصعيدي، علشان تفرق خروج بالتعادل الايجابي 1-1 يفرق جدا مع عرب الرمل قبل بدايه الشوط الثاني. كابتن جمال عبد الحميد هنبتدي معاك كالعاده، مفاجاه ولا مش مفاجاه كابتن جمال؟ يعني انا معاك مفاجاه. ومش مفاجاه ليه؟ لان احنا انبهرنا بمستوى عرب الرمل. مش ممكن تكون دي فرقه بتلعب درجه ثالثه بصراحه. يعني انا وانت وجمال قاعدين، صح يا جيمي؟ صح فايز، قاعدين نتفرج، مش فرقه بدرجه ثالثه. بتضغط على الاسماعيلي من قدام، صح. جابت جول، جابت انفردت، وكان ممكن الجول الثاني بتاعها. ايمن فتحي ده مولد حارس مرمى برغم جسمه القوي دوت، انه عنده رشاقه وعنده مرونه اكبرهم سنا يا كابتن جمال. شفنا هدفين جمال جدا جدا، توقع من هشام فرحات، من حاتم فرحات اخو هشام فرحات المعلق بتاعنا بتاع قناه النهار، يعني لعيب كويس قوي يعني حطها. يعني الجول ما هنشوفه حطها بخبره ان هو حارس مرمى مهاجم كويس او بيروح ورا المهاجم كويس. اول حاجه الطاهيه دي بتهيألي دي كانت في الدقيقة 11، توقع هو اول حاجة توقع بتاعه كان هايل جدا بالنسبة ان اللاعب الاسماعيلي هيلج، بس توقع راح ما وقفش بقى وقال ارجع بسرعة. بص تخزين الجول كويس جدا وحطها بالشمال حلو. فيعني بصراحة حاتم فرحات جاب جول حلو قوي قوي، الف الف مبروك. وكمان كريم بامبو جاب بسرعة، خلص الجول بسرعة علشان الاسماعيلي مش هو اللي يطلع خسران الشوط الاولاني. ولكن بعد الجول احنا حسينا المباراه بقت سجال. هم طمعوا عرب الرمل طمعوا، والاسماعيلي هدي شويه جاب الجول، وفي اي وقت هيجيب جول بدليل ضربه الجزاء. هنتكلم على الجول بتاع كريم بعد اذن جمال طبعا لما يجي. في ملاحظه واحده بس على الجول بتاع كريم بامبو هنتكلم فيها، وبعد كده هدي الكلمه لجمال. بس الجول ده بتاع حاتم يعني جول لعيب مش صغير. ده لعيب جيمي، حط فيه خبرته اجوالك يا جيمي دي. طبعا اجوالك يعني ان انت تغزل الجول صح. ان انت تنفرد وعندك اعصاب مش عارف ايه، عندك اعصاب انك ترقص الحارس حاجه جميله. كل الهجمات الاسماعيلي من ناحيه اليمين، ناحيه كريم بامبو، وعايز اقول لحضراتكم وخالد عيد ومحمود حمد، يعني الناحيه دي هي اللي شغاله شويه على النادي الاسماعيلي اكتر من الناحيه اليسار. كمان ايمن فتحي كمان مهدي فرقته قوي برشاقته ومرونته. ده الجول. بص بقى الجول ما هيتعاد هوريك حاجه جميله جدا. طبعا كريم حطها في البعيده كويس جدا، حارس المرمى بتدخل في كل الناس صعبة. يعني اي حد بتدخل في الكره ديت فمش مشكله، ولكن صدوا لضربه الجزاء وصدوا لكذا كوره يبين ان هو جول كويس ايمن. وان شاء الله يبقى ليه يعني برغم سنه الكبير عصام الحضري ما. طب احنا بص بقى هنا اهو بس وقف، ارجع سنه المدافع ما ضغطش يا كابتن، ارجع سنه، نرجع كمان. ايوه خش بقى اول ما لك وقف، وقف كمل. بص الملاحظه بقى ان المدافع رجع لورا، بس وقف، لا ارجع سنه وقف خطوه بس وقف. بص المدافع هنا عامل ايه، فين ايده؟ ايده ورا ظهر. تصدق درجه ثالثه وعنده الثقافه ان هو يحط ايده ورا ظهره. وشفنا في الدوري الممتاز لعيبه بتفرد ايديها كده صح، وبيتحسب عليها ضربات جزاء. بص الثقافه بتاعت هذا اللاعب ده، اكيد كان بيلعب دوري
ممتازه قبل كده او دوري ممتاز به. طيب احمد معتمد يا كابتن جمال بيقول لك ايمن فتحي حارس مرمى عرب الرمل هو اللي صعد كوكاكولا السنه اللي فاتت من دوري الدرجه الثالثه لدوري الدرجه الثانيه. كان بيلعب معايا متهيألي بالسكه الحديد من 3 سنين. كان بديل. عنده خبره. عنده خبره طبعا. طيب كابتن جمال حمزه شايف المباراه ازاي وخصوصا ان الاسماعيلي اتخطف في اول 10 دقائق بس يعني كعاده الاسماعيلي وفرق الخبرات والامكانيات الفنيه لا احنا كان عندنا احساس داخلي ان الاسماعيلي هيعرف يعوض. بص فايز هو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل المباراه ان انت عندك سلاح ذو حدين، هل لعيبه عايزه تثبت نفسها ان هي يبقى ليها مكان في مباراه الدوري العام اللي هي اهم من بطوله الكاس بالنسبه للاسماعيلي ولا اللعيبه واخده الموضوع ان انا احتياطي وهما بيلعبوني الماتشات اللي هي ملهاش لازمه عشان بيريحوا الناس بتاعه الدوري عشان لما يرجعوا تاني الدوري هما اللي يلعبوا. دي حاجة ودي حاجة. اللي واضح من بداية المباراة الجزء الثاني اللعيب عمرو حسين رقم 21 لو شفنا الهدف طبعا دليل ان هو مش مركز. دي اول حاجة الكرة جاية له سهلة مفيش حاجة سهلة جدا مفيش اي حاجة خالص بيوقفها الكرة بتعدي من تحت رجله ببساطة شديدة. ملعب الاسماعيلي هايل ده ملعب بقى في مطبات ولا النجيلة مش عارف ايه مفيش حاجة خالص يعملكش حجة فان انت تعدي الكره من تحت رجلك بهذا الشكل يبقى انت مش مركز. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي عجبني طبعا في لاعب حاتم فرحات رقم 10 لعيب نادي عرب الرمل ان هو كان عنده هدوء وثبات انفعالي لما انفرد بالحارس ومحمد عواد حارس برده كبير تلعب نادي الاسماعيلي على ارضه في اسماعيليه ان انت ترقصه وما تشوطش الكره بقى اي كلام ويلا ونرجع اللي هي الفرقه اللي بتعمل صح. والله زمان يا سلاح بيفضلوا واقفين ورا واي كره تيجي لاي حد يطفشها. لا بصراحه يعني بيلعبوا بنظام عجبني زي ما بقول لك جدا حاتم فرحات في الهدف على هدوءه وعلى ثقته في نفسه دي حاجه برده صعبه ان انت تطلع المهاره دي قدام الاسماعيلي وانت ماتش كبير الاسماعيلي في اسماعيليه طبعا ما حاجه تخض يعني فان انت يبقى عندك الهدوء ده والثقة دي حاجة طبعا بنحييه عليها. عايز اتكلم برضو على ضربة الجزاء انا شايف ان هي ضربة جزاء يعني الى حد ما صحيحة. كنا بنتكلم انا وانت بتقولي الحارس يعني فتح. عنده شوية تقل بس انا قلت لك ممكن يبقى خبرته صح الخبرة ان هو يتوقع الزاوية ويروح مع الكرة هيقدر يتعامل معها فدي برضو من الحاجات المميزة جدا. طبعا بص يعني اكيد في فرق في المستوى برضو عشان ما يعني من ايه الكره دي كانت خطيره يا كابتن جمال محمد عواد وقعت برضو من ايده بشكل غريب بالظبط ما انا بقول لك هي الامكانيات بعيده يعني في فرق طبعا امكانيات وواضح بس الروح والعزيمه والاصرار والاراده وكل العوامل دي ممكن تخلص الشوط الاولاني ده اللي احنا متعودينه. هل هم هيقدروا يكملوا بنفس اللياقه البدنيه انا شايف ان في واحد او اتنين ابتدوا ينزلوا الشرابات من الشوط الاولاني فهل هم هيقدروا يجاروا نادي الاسماعيلي في الشوط الثاني يعني دي برضو لسه ما نعرفش لسه هنشوفها الشوط الثاني ولكن انا شايف ان الاسماعيلي ممكن يعمل تغيير ممكن يعني يزود ممكن يزود شويه الناحيه الهجوميه يكثف شويه المهاجمين او يلعب باتنين روس حربه لان هما بصراحه الاسماعيلي هو المسيطر طبعا هو المستحوذ بعد ما دخل فيه الجون هو اللي على طول معاه الكوره فريق عرب الرمل يعني فاجئنا بنظامه مش فاجئنا ان هو وصل لا هو فاجئنا بنظامه في الملعب لعيبه واقفه صح لعيبه عارفه بتعمل ايه يعني عارفه هي بتعمل ايه تمام. فكل العوامل دي بحيي طبعا الكابتن المدير الفني عبد الحميد ندى بحيي حكم المباراه حكم برضو يعني أحمد بصراحه الدليل. كان معانا على الشاشه لا الحكم هايل وقريب من كل كوره دي برده حاجه تحسب له المعلق تامر عبد السلام برده بحييه ان هو ما بيعملش برده زي الناس التانيين الكوره راحت للباك ليفت اتلعبت للباك رايت لا بيقول اسامي اللعيبه اللي المفروض ان احنا نشهرها والمفروض ان هي حقها ان هي تاخده ممكن نرجع الزاويه اللي فاتت دي بعد اذنكم الزاويه اللي هي نرجع كمان ايوه هي دي نلعب بقى نلعبها عشان نتاكد ادي لا الاعاده اللي بعدها لا انا معاك ضربه جزاء ضربه جزاء هي كانت بص يا كابتن هي لا انا معاك 100% لا ضربه جزاء تمام هي كده ضربه جزاء مش اعاقه ده شاله هي ضربه جزاء ولكن حارس المرمى بصراحه ما شاء الله بخبرته طبعا
انا معاك 100% ضربه جزاء صحيحه 100%. افتكرت الدفعه من بره بعد كده. لا انا بقى مع جمال حمزه في المعلق. معلقنا جميل تامر عبد السلام. الولاد دولت جايين عشان يشتهروا واسميهم تتقال. وحتى يعني معانا رئيس النادي قال كده قبل اللقاء يا كابتن جمال. اتقال لنا ان البلد كلها مستنيه الماتش ده. طيب الحمد لله. فما اجي انا اتكلم في ذكريات واحصائيات مش عارف ايه وما اشوفش وما اقولش طلعهم بره ال وده بعتب على بعض المعلقين في اللي هم بيقولوا احصائيات وما بيقولش اسم اللاعب. تمام. طيب كابتن جمال عبد الحميد سريعا الاسماعيلي هل تتفق مع كابتن جمال حمزه ممكن ينزل لعيبه مع بدايه الشوط الثاني علشان المكسب بقى؟ طبعا ما هو مش هيستحمل الخساره بس مع بدايه الشوط الثاني لسبب مش ايه؟ مع بدايه الشوط الثاني لا بدايه الشوط الثاني لا يعني بعد اول 10 دقائق بعد اول 10 دقائق لان مش هيستحمل يطلع من دور ال 32 صح وفرقه كويسه يمكن جيمي خد قال ملاحظه جميله جدا الشرابات بدات تنزل فعايزين تعبوا ان شاء الله يكملوا والماتش يبقى حلو ان شاء الله باذن الله. كابتن جمال حمزه سريعا مين القريب يحرز هدف وخصوصا بعد ركله جزاء اللي اتصدت؟ لا الاسماعيلي طبعا الاسماعيلي هو المسيطر بقول لك هو المستحوذ على كل هو القريب وهم برضو اعتقد ان اللياقه البدنيه بتاعتهم مش هتسعفهم ان هم يعني يأدوا بنفس الشكل وبنفس القوه الشوط الثاني. تمام. سريعا برضو قبل ما ننقل المباراه تتوقع مين ينزل؟ حسني عبد ربه، متولي، ابراهيم حسن؟ انا ما اعتقد ان ابراهيم حسن هيبقى له دور ممكن يغير فعلا. تمام. نروح مشاهدينا الكرام لفاصل وبعد الفاصل نستمتع بتعليق كابتن تامر عبد السلام وعلقنا على احداث الشوط الثاني لمباراه الاسماعيلي وعرب الرمل واللي انتهى احداثها او انتهت النتيجه في الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1. يا ترى هل النادي الاسماعيلي يقدر يزود الغله ولا عرب الرمل يقدر